أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. نبدأها بالعناوين: شهداء وجرحى في صفوف القوة الجنوبية نتيجة التفجير الإرهابي بوادي عمران في محافظة أبيد. رئيس الوزراء معين عبد الملك يبارك نجاح المؤتمر الأول وتشكيل نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين. الحكومة تحيي دعوة البرلمان الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب وتطالب بإجراء مماثل لميليشيات الحوثي. أعلنت القوات الجنوبية عن عدد من الشهداء والجرحى في صفوفها نتيجة انفجار عبوات ناسفة بأحد أطقمها المشاركة في عملية سهام الشرق بمحافظة أبين. وأكدت مصادر عسكرية بالقوات المشاركة بعملية سهام الشرق استشهاد 3 من أفراد القوات الجنوبية المرابطة بوادي عمران بمديرية مودية، بينهم النقيب عبد الرحيم المعكر قائد الكتيبة الثانية باللواء السادس دعم وإسناد، وجرح 3 جنود آخرين. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المقدم محمد النقيب المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية. أهلا بك معنا سيادة المقدم في هذه النشرة. في البداية نعزي أنفسنا ونعزيكم باستشهاد عدد من أفراد القوات الجنوبية ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. إلى أي مدى ساهمت عملية سهام الشرق بقواتها الجنوبية في محاربة الإرهاب والحد من العمليات الإرهابية في الجنوب برغم استشهاد أفراد من قواتها في سبيل بسط الأمن؟ بداية أيضا أنا باسم القيادة القوات الجنوبية ترحم على الشهداء الذين ارتقوا ونالوا شرف الشهادة وعلى رأسهم القائد البطل عبد الرحيم المعكر وأيضا مرافقيه. أسهمت عملية سهام الشرق وكذلك عملية سهام الجنوب وغيرها من العمليات العسكرية التي قادتها قواتنا المسلحة الجنوبية وكذلك قوات الأمن الجنوبية في أنها سلبت هذه العناصر الإرهابية سلبتها إمكانيات التموضع وخوض حتى حرب مباشرة مع قواتنا وكذلك الانتشار وكذلك تنفيذ عمليات إرهابية بأدوات أخرى غير هذه العبوات الناسفة. اليوم هذه العناصر الإرهابية لا تستطيع أن تظهر في العلم، لا تستطيع أن تلقى مأوى لسيمة في أبين وشبوة وكذلك في عدن وكذلك في مختلف المحافظات محافظة الجنوب التي تسيطر عليها قواتنا المسلحة الجنوبية والأمن. هذه العناصر لم تعد لديها حتى ملاذ يأويها سوى المناطق التي تمثل ثغرات أمنية خارج مسرح عمليات قواتنا المسلحة والأمن. أنتم تعرفون أخي العزيز بأن أي بلد أصيب بهذه العاهة أو دفعت إليه هذه العناصر الإرهابية يعاني ما زال يعاني ما نعانيه اليوم وهي تفجير عبوات ناسفة هنا أو هناك أو محاولة الثأر من قواته الأمنية، لكن كما قلت لك أن هذه العناصر انهزمت لم تعد لديها سوى وسيلة واحدة لتنفيذ عملياتها الإرهابية وهي العبوات الناسفة وهي طريقة جبانة غابرة لا يمكن أن تلين عزائم قواتنا بهذه الأداة. صحيح هناك تضحيات كبيرة، صحيح هناك خسائر كبيرة، لكن الانتصارات أيضا كبيرة، ويكفي أن هذه العناصر كما أشرت لك قد فقدت كل أدوات المواجهة ووسائل المواجهة مع قواتنا سوى العبوات الناسفة والألغام. طيب سيادة المقدم، كيف تسير عملية سهام الشرق في مراحلها المتتالية أيضا، وما مدى نجاح تمشيط المناطق التي تم تحريرها من العبوات الناسفة تفاديا لأي استهداف لأفراد القوات أو حتى المواطنين؟ أنتم تعلمون بأن عملية سهام الشرق قد تمت الأولى تمت بمراحلها الأربع وهي تمت بالسيطرة العسكرية والأمنية. أعلن قبل نصف شهر أو أكثر عن عملية سهام الشرق 2 وهي تأتي في سياق تعزيز الجانب الأمني، دعم الشرطة إدارات الأمن في مختلف مديريات أبيان. قواتنا تحرك في كل الاتجاهات على طول مسارها الاستراتيجي لمواجهة
لملاحقة وتطبق هذه العناصر، لا توجد مواجهة وإنما تطبق أو ملاحقتها. هذه العناصر هزمت في أول مرحلة من مراحل عملية إتهام الشرق الأولى. الآن نحن نلاحق هذه العناصر الإرهابية لأنها متخفية، فقط تزرع عبوة نسر في هذا الطريق أو ذاك وتحاول اصطياد قواتنا. لكن كما أشرت إليك أن أي دولة أصيبت أو تعاني أو تواجه العناصر الإرهابية وحققت انتصارات نفسها التي نحن حققناها في عملية سهام الشرق وكذلك في عملية سهام الجنوب، لابد أن تمر في مرحلة لابد أن تحاول العناصر الإرهابية أن تصنع لها عضو نسل هنا أو هناك، لكن مع ذلك هي فقدت أن تكون حاضرة كما كانت من قبل، كما كانت قبل سهام الشرق وسهام الجنوب. أنا أشكرك سيادة المقدم محمد النقيب المتحدث الرسمي للقوات الجنوبية، شكرا جزيلا لك. كبدت القوات الجنوبية ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر في جبهة كارش حمالة شمالي محافظة لحج، وأفاد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات الجنوبية أن قوات اللواء الخامس دعم وإسناد واللواء 13 صاعقة أخمدت مصادر نيران الحوثي في جبهة حمالة. تشهد جبهة كارش على حدود شمال محافظة لحج عمليات عسكرية واسعة كبدت من خلالها القوات الجنوبية ميليشيات الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد. ثمن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج سلمين البحسني جهود دولة الإمارات ضمن التحالف العربي في عملية تحرير بعض المحافظات من ميليشيات الحوثي وساحل حضرموت من التنظيمات الإرهابية. وأشاد البحسني خلال لقائه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد الزعابي بجهود قيادة دولة الإمارات وتدخلاتها في مختلف المجالات والقطاعات والتي في مقدمتها الدعم الإنساني. من جانبه جدد السفير الإماراتي استعداد بلاده في مواصلة تقديم الدعم والمساندة لمجلس القيادة الرئاسي وللحكومة بما يحقق آمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني. التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي الرئيس التنفيذي للبنك حاشد الهمداني. وطلع الزبيدي على نشاط بنك التسليف خلال العام 2023 وما حققه البنك من إنجازات خلال العام المنصرم، أبرزها إدخال الخدمات الإلكترونية إلى البنك والحوكمة، بالإضافة إلى جهود إدارة البنك في تعزيز البناء المؤسسي وتفعيل فروع البنك في عموم المحافظات المحررة وتأهيل الكادر الوظيفي فيها. وقف المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعه الدوري أمام جملة من التطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها مصادقة مجلس الوزراء على القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي الأعلى القاضية برفع سعر الدولار الجمركي. وجدد المجلس الانتقالي اعتراضه على تلك القرارات غير المدروسة لما ستسبب به من زيادة في الأعباء المعيشية للمواطنين، فضلا عن أثرها الاقتصادي المباشر على النشاط التجاري لميناء عدن وحركة الواردات فيه، مطالبة بسرعة إعادة تلك القرارات إلى طاولة مجلس الوزراء للمناقشة والبحث عن بدائل أخرى سليمة لرفض موازنة الدولة بموارد لا تضر بحياة المواطن. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من عدن علي السقاف أستاذ الاقتصاد القياسي والإحصاء. أهلا بك معنا سيد علي في هذه النشرة. في البداية، ما هو رأيكم بمصادقة مجلس الوزراء على القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي الأعلى القاضية برفع سعر الدولار الجمركي؟ شكرا جزيلا لقناة الغد المشرق وشخصك الكريم، مرحبا بك. اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برفع سعر الدولار الجمركي من 500 ريال الدولار إلى 750 ريالا. فقد اتخذ أيضا مجلس الوزراء عام 2021 في شهر يوليو برفع الدولار سعر الدولار الجمركي من 250 ريال إلى 500 ريال بنسبة 500%. وهذا القرار يأتي امتدادا للقرار الأول، وفي المحصلة فإن نسبة الزيادة هي 150%، أي من 250 ريال
إلى 750 ريالا. هذا القرار طبعا له تأثير كبير على المستوى الكلي ماكرو ليفل على الاقتصاد وعلى حركة التجارة في البلد، وأيضا له تأثير على المستوى الجزئي على المواطنين وحياتهم المعيشية وميزانية الأسرة. طيب سنأتي على ذكر هذا التأثير دكتور علي. ننطلق من محور آخر، المجلس الانتقالي الجنوبي جدد اعتراضه على قرارات المجلس الاقتصادي وأثرها المباشر على النشاط التجاري لميناء عدن وأيضا حركة الواردات فيه. كيف تعلق على هذا التجديد لهذا الاعتراض؟ حقيقة المجلس الانتقالي هو شريك في السلطة سواء كان في مجلس القيادة أو في مجلس الوزراء، وبالتالي ليس معارضة هو لكي يعترض. فالاعتراض المجلس الانتقالي يجب أن يكون داخل مجلس الوزراء نفسه. وحتى لو اعترضوا هم داخل مجلس الوزراء، حجمهم داخل مجلس الوزراء هو 25%، يعني لهم 5 وزراء من واقع 24 وزيرا، وبالتالي فإن اعتراضهم ليس له أهمية ولا يستطيعون أن يغيرون ذلك، لأنه 75% من قوام المجلس. وهو دكتور علي هو لم يعترض إلا هناك أضرار ستنعكس على المواطن. طبعا إذا تحدثنا عن الأضرار فأنا ممكن أحدثك ما هي الأضرار التي يمكن أن يحدثها مثل هذا القرار. أولا على المستوى الكلي سيتركوا تأثيرا كبيرا على الاقتصاد سواء كان على الإيرادات أو على حركة الاقتصاد وسلاسل الإمداد بين المحافظات، وستنتشر تجارة التهريب لأن الناس أو المستثمر لا يتهرب من دفع مثل هذا السعر للدولار، وبالتالي يلقى إلى طرق أخرى. إذا تحدثنا عن تأثير ذلك على المواطن فإن تأثيره أولا بأن القوة الشرائية للمواطن ستنخفض وسترتفع الأسعار بنسبة 50 إلى 100% نتيجة لضعف الرقابة والأجهزة الرقابية في الدولة، وبالتالي فستحدث اختلالات في ميزانية الأسرة وحياة المواطن. يعني إنه التأثير أولا على المستوى الكلي على المستوى الجزئي، ومثل هذا القرار أنا أعتبره قرارا مرتجلا وغير مدروسا من قبل الحكومة. لماذا؟ لأنه نحن في وضع حرب من عام 2015 لمدة 8 سنوات، وبالتالي الدولة نفسها مقطعة أو مجزأة تجزيئا كليا، فإن الحكومة أو الشرعية لا تسيطر على ما يقارب 13 محافظة والتي هي تحت سيطرة الحوثيين، ومثل هذا القرار يجب أن يشمل الدولة كلها وليس محافظات بعينها، حتى تلك المحافظة اللي هي مأرب وجزء من تعز اللي هي تحت الشرعية، فإن الإيرادات من تلك المحافظات لا تورد إلى عدن، فيوجد في الدولة 4 بنوك مركزية: البنك المركزي في مأرب، البنك المركزي في صنعاء، بنك الأهلي في المملكة العربية السعودية، وبنك المركزي في عدن. 4 بنوك بالتالي تتجاذب اقتصاد البلد، فيفترض كل هذه البنوك ترسل إيراداتها إلى بنك الدولة المركزي في محافظة عدن، وهذا ما بيحصلش. يعني بالتالي فإنه مثل هذا القرار أنا أعتبره قرار مرتجلا وغير مدروسا وله تأثير بعيد على حياة المواطنين ومستوى المعيشي. طيب دكتور، لذلك المجلس الانتقالي الجنوبي جدد اعتراضه لهذا التأثير الذي أنت ذكرته على معيشة المواطن. طيب دكتور، تأثير رفع سعر الدولار الجمركي على الأسعار وكيف سينعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر؟ آلية، هل لديك آلية أو هناك آلية قد ممكن نجد لها حلول من خلال تخفيف الحد من الأضرار على المواطن؟ اسمح لي أولا نتحدث عن الحلول من وجهة نظرنا كخبراء أو كأكاديميين، يسمى رأي الأكاديميين أو رأي الخبراء. كانت الدولة يمكن أن تلجأ إلى قرارات أخرى أكثر فاعلية بدلا من رفع سعر الدولار الجمركي. هذه القرارات ممكن أوجزها بالتالي: أول قرار فهو كان على الحكومة أن ترشد الإنفاق في السلك الدبلوماسي بواقع 50%. لدينا العديد من السفارات في بلدان مختلفة ونحن في حالة الحرب، نحن لا نحتاج إلى مثل هذا التضخم الوظيفي في وزارة الخارجية. ثانيا أيضا كانت
على الدولة أن تعالج الاختلالات في وزارات فاسدة بعينها. فوسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات الفضائية نشرت الفساد في كثير من الوزارات والتضخم الوظيفي الحاصل فيها. فهذه الوزارات طبعا تلتهم مدخرات الدولة من العملة الصعبة، ويتم صرف رواتب كبار الموظفين والوزراء والمستشارين بالعملة الصعبة، بينما المواطنون يستلمون رواتبهم بالريال اليمني. في هذه الحالة كان يفترض توحيد صرف الأجور للمواطنين ككل تحت مبدأ سيادة الظلم عدالة. أيضا أن الدولة لها قنوات أخرى، اللي هو مثلا معالجة التهرب الضريبي لكثير من القطاعات، سواء كان في القطاع العام أو في القطاع الخاص، يعني عدة قنوات أمام الدولة قرارات إذا أرادت أن تحسن وضعها المالي وإرادتها، بدلا من اللجوء إلى هذا القرار الذي يضر المواطن بشكل كبير. أي قرارات اقتصادية غير مدروسة كهذه طبعا لها ضرر كبير على الكلفة الاجتماعية، ما يسمى social cost. وبالتالي الدولة تسرعت أو الشرعية تسرعت في اتخاذ هذا القرار. كان عليها أن تتأنى، أن تنتظر إلى استتباب الأمن، إلى استتباب السلام والجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف الحرب. وبالتالي مثل هذه القرارات الاقتصادية الكبيرة كان يمكن اتخاذها بعد استتباب السلام وجلوس الفرقاء لطاولة المفاوضات، وليس في هذه المرحلة. فيما يخص المجلس الانتقالي، أنا أحيي اعتراضه، لكن الاعتراض هذا لن يؤثر اطلاقا على القرار. فالقرار ساري المفعول من 8 يناير، والأسعار بدأت ترتفع في طيب دكتور، هل هناك أي إجراءات حكومية يتم العمل عليها في تخفيف حدة غلاء المعيشة على المواطنين؟ على الحكومة لابد من تحريك علاوات الأجور والمرتبات للموظفين المتوقفة من 2014. وأيضا في مثل هذه القرارات إذا كانت سترتفع الأسعار بنسبة 50%، كان يفترض رفع أيضا مرتبات الموظفين والعاملين في قطاعات الأمنية والمدنية للدولة بنسبة 50% أيضا. أنا أشدد على مسألة ترشيد الإنفاق الحكومي. فأيضا الحكومة بإمكانها أيضا أن تعيد التشكيل الوزاري وتخفض أيضا حجم الحكومة من 24 وزيرا إلى 12 وزيرا، لأنه نحن في حالة حرب. فأيضا مثل هذا التضخم الوظيفي في الوزارات وكبار الموظفين له تأثير كبير على الإنفاق العام، وأيضا على أيضا موارد الدولة من العملة الصعبة. طيب دكتور، بشأن السوق الاستثماري الداخلي وخاصة في عدن، هل بدأ بالعودة مع الاستقرار الأمني؟ دائما في الحروب كما يقال أنه المستثمر أو رأس المال جبان، فكل ما هو منتشر الآن عبارة عن مولات ومطاعم وكافتيريات، يعني هذا لا يسمى استثمارا لأنه لا يخلق فرص عمل كبيرة. فالاستثمار الحقيقي هو في مجال الزراعة وفي مجال الصناعة. فأنت تعرف أنه في الدولة المنية دولة زراعية، فيوجد هناك 75% من العاملين في القطاع الزراعي. فمثل هذه طبعا استثمارات أولا تسمى كثيفة رأس المال، معتمدة على التكنولوجيا وعلى رأس المال، وبالتالي لن تحقق أو تخلق فرص عمل لتمتص البطالة أيضا والفقر المنتشر في الدولة منذ سنوات. نعم، كان معنا مباشرة من عدن الدكتور علي السقاف، أستاذ الاقتصاد القياسي والإحصاء. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. أكد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي اهتمام السلطة المحلية بالمؤسسة العسكرية والأمنية، وشدد بن ماضي خلال لقائه قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طيار فائز منصور التميمي على أن المؤسسة العسكرية والأمنية هي الجهة القانونية الرسمية لأي عملية قيد أو تسجيل الأفراد محذرين من مغبة الانخراط في أي عملية تسجيل خارج إطار المؤسسة العسكرية أو الأمنية.
هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك نجاح المؤتمر الأول لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين. وهاتف رئيس الوزراء الأمين العام لنقابة الصحفيين الجنوبيين صلاح العاقل وعبر عن تبريكاته للنقابة ولرئيسها، مؤكدا دعمه المطلق لقيام كيان صحفي جنوبي حر. ويذكر أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين كانت قد وجهت دعوات لرئيس وأعضاء الحكومة وقيادات السلطة المحلية بالعاصمة عدن للحضور والمشاركة في الجلسة الافتتاحية والختامية للمؤتمر. ويبقى معنا عبر الهاتف صلاح العاقل الأمين العام لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ومدير مكتب قناة الغد المشرق في عدن. أهلا بك معنا صلاح في هذه النشرة. بداية، ماذا يعني لكم هذا الاتصال والتهنئة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بنجاح المؤتمر الأول لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين؟ نعم، أولا مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الغد المشرق. طبعا اتصال دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك كان له قيمة معنوية لا تقدر بالنسبة لنا كأعضاء ومنتسبي نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، بعد يوم واحد من إشهارها وبعد ساعات قليلة من عقد أول اجتماع للقيادة الإدارية للنقابة. كان هناك اتصال طبعا من دولة رئيس الوزراء هنأ إشهار النقابة وأيضا أبدى استعداده واستعداد حكومته لدعم أي عمل نقابي مهني يدعم حقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين في الجنوب، وأيضا شدد على ضرورة أن نمضي في استكمال إجراءات عمل النقابة وأيضا استقبال طلبات العضوية للأعضاء والقيام بأعمال النقابة المناط بها وفق اللوائح التي ضمنتها المواد التشريعية في الهيكل الإداري وأيضا بما يتوافق مع سياسة الدولة والقانون. نعم. طيب صلاح، هل هناك خطوات قادمة أو تنسيق كامل مع وزارة الإعلام عقب هذا الترحيب من قبل الحكومة لمؤتمر الإعلامي الجنوبيين؟ نعم، لا أخفيك القول أيضا أن الأخ سيادة وزير الإعلام معمر رياني أيضا هاتفني وكان قد بارك أيضا هذه النقابة، وأيضا كان يبدو من كلامه أنه يعني سعيد بما قدمته هذه النقابة. أيضا بالأمس كانت هناك العديد من الاتصالات سواء من الداخل ومن الخارج، وأيضا هناك بيان صدر من اتحاد الصحفيين والإعلاميين اليمنيين يهنئ ويبارك بهذه النقابة، وقد تحدث معي شخصيا رئيس الاتحاد الأستاذ نجيب غلاب وهو بالمناسبة وكيل وزارة الإعلام. وأبدأ استعداد الاتحاد وأعضاء الاتحاد بالتعاون، وكذلك كان يبارك هذا الإشهار، وكان يبدو أنهم سعداء بهذا الإشهار الذي تم في إطار جنوبي موحد. طيب صلاح، هل بدأت نقابة الصحفيين الجنوبيين عملها على أرض الواقع بشكل مباشر؟ اليوم كان الاجتماع الأول لأعضاء الهيئة القيادية في النقابة برئاسة نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين الأستاذ عيدروس بحشوان وبحضور جميع أعضاء النقابة، وكان أيضا هذا الاجتماع تحت إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل و مدير فرع المؤسسات والاتحادات والنقابات الأستاذ عصام وادي، وتم التوقيع على المحضر الذي من خلاله وزعت المهام، واطلع رئيس النقابة ونقيب الصحفيين الجنوبيين بالأعمال التي ستقوم بها النقابة ابتداء من توطيد علاقة النقابة بباقي النقابات في الداخل والخارج، وأيضا استقبال طلبات العضوية والاتفاق على الشعار الخاص بالنقابة والختوم، وأيضا الاعتراف الذي تسعى النقابة أن تنتزعه من النقابات الصحفية سواء على مستوى العربي أو المستوى الإقليمي والدولي، وأيضا وزع الأخ النقيب المهام على بعض اللجان للقيام ببعض الترتيبات الأولية التي تضمن انطلاق النقابة بما يتناسب مع المرحلة وأيضا مع مهام وأهداف هذه النقابة. أشكرك صلاح العاقل، كنت معنا عبر الهاتف من عدن الأمين العام لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ومدير مكتب قناة الغد المشرق في عدن، شكرا جزيلا لك.
اختتمت أعمال المؤتمر الأول للصحفيين أو اختتمت أعمال المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين والذي تمخض عن ميلاد كيان نقابي صحفي وإعلامي باسم نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، وخروج أيضا بجملة من التوصيات لخلق هوية إعلامية جنوبية مستقلة. شهد الجنوب حدثا مفصليا بارزا تمثل بختام المؤتمر الأول التأسيسي وإعلان ميلاد نقابة للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ككيان يحمي الصحفيين ويحفظ حقوقهم لأول مرة في تاريخ الجنوب، حيث خرج المؤتمر بجملة من التوصيات والتي ستشكل نقلة نوعية كبيرة في عالم الصحافة الجنوبية. بيان المؤتمر الختامي شدد على إلغاء التشريعات والقوانين المقيدة للحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير وإسقاط جميع القيود التي تحد من حرية الصحافة الجنوبية، بالإضافة على تأكيد ضمان حرية الصحافة وتوفير متطلبات نهوضها، كما أكد على حق التمسك بإصدار وتملك الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الإلكترونية والتشجيع على الصحافة الإلكترونية واحترام حقها في الوصول إلى القراء والمستمعين والمشاهدين. وشدد البيان على ضرورة التنسيق والمشاركة الواسعة بين نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين وسائر النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني في الجنوب لبناء جبهة وطنية جنوبية عريضة لتحقيق تطلعات الشعب الجنوبي. كما طالب المؤتمر الجهات القانونية المختصة والحكومة والمجلس الرئاسي العمل على تمكين الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين من استعادة كل المؤسسات الإعلامية الجنوبية في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب وتفعيل المؤسسات الإعلامية المعطلة وأهمها تلفزيون عدن وإذاعة عدن ووكالة الأنباء ومقر صحفيين والإعلاميين في العاصمة عدن. جدير بالذكر أن المؤتمر ثمن دور دول التحالف العربي في دعم ومساندة بناء المؤسسات الوطنية ومنها المؤسسات الإعلامية الجنوبية. بأغلبية ساحقة صوت البرلمان الأوروبي لصالح تصنيف الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي مارسها ضد المتظاهرين في إيران خلال الأشهر الماضية، ورحبت الحكومة اليمنية بهذا التصويت داعية إلى تصنيف ميليشيات الحوثي في القائمة ذاتها باعتبار الميليشيات أحد الأذرع الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني تحت طائلة العقوبات في الاتحاد الأوروبي، 598 عضوا في البرلمان الأوروبي صوتوا لصالح تصنيف الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية على خلفية الانتهاكات التي يمارسها ورد القاسي من قبل النظام الإيراني على الاحتجاجات الشعبية في إيران المستمرة منذ مقتل الناشطة مهسا أميني على يد ما يعرف بشرطة الأخلاق الإيرانية. البرلمان الأوروبي دعا الاتحاد وأعضائه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، وحال التصنيف يصبح الانتماء إلى الحرس الثوري أو تأييده أو حضور اجتماعاته وتمويله جريمة جنائية ودعما للإرهاب، ويمهد التصويت الطريق للانتهاء من قرار وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب والتي يجب اتخاذها في المجلس الأوروبي. دعوة البرلمان الأوروبي سرعان ما لاقت أصداء من قبل رئيسة مفوضية الاتحاد أرسولا فان دير لاين التي أكدت أن الاتحاد يتطلع حقا إلى جولة من العقوبات وإنها تؤيد أيضا وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، مؤكدة أن رد النظام الإيراني على الاحتجاجات قاس ومخيف وأن هذا النظام ينتهك حقوق الإنسان. الحكومة اليمنية أعلنت الترحيب بإعلان البرلمان الأوروبي تصنيف الحرس منظمة إرهابية، وطالبت البرلمان والاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات على النظام الإيراني لوقف تدخلاته في الشؤون اليمنية بما في ذلك عمليات تهريب الأسلحة لميليشيات الحوثي والعمل على إدراج الميليشيات الإنقلابية وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية باعتبارها أحد أهم أذرع الحرس الثوري الإيراني العسكرية في المنطقة. الحكومة أعادت التأكيد أن انتهاكات وجرائم النظام الإيراني لم تقف عند قمع الاحتجاجات الشعبية في إيران وتعدت إلى تأسيس وإدارة الميليشيات الطائفية
لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة واستهداف أمن الطاقة وخطوط الملاحة الدولية، مشيرة إلى فشل المحاولات الأوروبية خلال الأعوام الماضية في احتواء نظام طهران، وقالت إن الاتفاق النووي أسهم سابقا في توفير الإمكانيات لتمويل برامج طهران لتطوير الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وأذرعها العسكرية في المنطقة وتوسيع أنشطتها الإرهابية المزعزعة للسلم والأمن الإقليمي والدولي. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة علي أسراري، المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء. أهلا بك معنا سيد علي. في البداية، كيف تقرأ تصويت البرلمان الأوروبي لصالح تصنيف الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية بالأغلبية الساحقة؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. مساء النور. من وجهة نظرنا نرى بأن هذا التصويت في الاتحاد في البرلمان الأوروبي هو خطوة إيجابية، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح. هو باتجاه مجابهة إيران ومجابهة أدرعها ونشاطها الإرهابية وقمعها لمواطنيها، وأيضا ما تفعله بشعوب المنطقة بل وبشعوب العالم. هي خطوة صحيحة تستحق طبعا أن يعني أن نؤكد عليها وأن نحييها، ولكن لا يزال هناك خطوات أخرى كثيرة حتى تحول هذا التصويت إلى قرار عملي يطبق على أرض الواقع. هذه القرارات كما يبدو بأنها غير ملزمة للحكومات الأوروبية وللمجلس الأوروبي، هذه ناحية. الناحية الثانية أن هناك انقساما في المواقف الأوروبية، هناك دول ربما تذهب مع هذا القرار باتجاه تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، ولكن هناك بلدان أخرى لديها لا أقول تحفظات ولكن تتذرع بأن قوانينها لا تعطيها هذا الحق بدون أن يكون هناك تحقيق وأن تكون هناك أدلة على ممارسة الحرس الثوري لأنشطة إرهابية داخل هذه البلدان. هذا طبعا بعض التعقيد الذي يمكن أن يؤثر على تحويل هذا القرار إلى ممارسة عملية تطبقه أوروبا بكاملها. لكن هناك ناحية إيجابية معينة، وهي أن دول أوروبية كبيرة وعلى رأسها ألمانيا هي ربما متحمسة لهذا القرار، وهذا يعني ناحية إيجابية بالنسبة لنا. نرى بأنه طيب يعني سيد علي، وهو طبعا هذا القرار مؤشر جيد، وأيضا سيد علي، ما مدى انعكاس هذا التصويت اللي بالأغلبية الساحقة للبرلمان الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية على الملف اليمني وبالتحديد على ميليشيات الحوثي في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت؟ نحن نرى بأن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية ليس كافيا إذا ظلت أذرعه وأدواته العاملة في المنطقة غير خاضعة لهذا التصنيف، لابد من أن يشملها هذا التصنيف، خاصة أن ما يفعله الحرس الثوري لا يفعله مباشرة ولكن يفعله من خلال هذه الأدوات ومن خلال هذه الأنشطة التي تقوم بها جماعات مثل الجماعة الحوثية ومثل حزب الله في لبنان وبعض الجماعات التي تعمل في العراق وسوريا. إذا ظلت هذه الجماعات خارج التصنيف فأنا أعتقد أنه لن يكون هناك يعني نتائج ملموسة حقيقية لهذا التصنيف، لأن الحرس الثوري في الواقع هو لا يقوم مباشرة بهذه الأنشطة وإنما يستعين بهذه الأدوات. الأولى أن توضع هذه الأدوات تحت طائلة التصنيف كجماعات إرهابية وأن يمتد هذا التصنيف ليشمل الحرس الثوري باعتباره الموجه والممول الذي يقوم بإدارة نشاط هذه الأدوات.
ولكن في جميع الأحوال نعتبرها مؤشر إيجابي وخطوة للأمام، وأملنا فعلا أن تتبعها خطوات أخرى تلحق أدوات هذه الأدوات العاملة في المنطقة ضمن هذا التصنيف، وأن تخضع فعلا للعقوبات، وليس فقط العقوبات، يعني أنا أعتقد أنه الرهان على العقوبات لوحدها غير كافي، لابد من إجراءات عملية أخرى لمجابهة هذه الأنشطة ومجابهة هذه الأدوات ودعم الشعوب التي تناضل ضد هذه الأدوات. إيران نحن نعرف تماما بأنها لا تتورط مباشرة في التدخل في شؤون هذه البلدان، ولكن تستخدم أدوات محلية. نعم. هي لديها مشروع طائفي، وهذا المشروع الطائفي هي لديها قدرة على تمويله، وللأسف الشديد بأن يعني التفاوض الذي كان يدور حول البلد النووي هو ساعد إيران في أن تنقض الأموال والإمكانيات لهذه الأدوات. أنا أشكرك. أنا أعتذر أستاذ علي على المقاطعة، وذلك لضيق الوقت. كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة علي السراري، المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء، شكرا جزيلا لك. أقرت ميليشيات الحوثي الانقلابية بوفاة 80 طفلا من حديثي الولادة يوميا في مناطق سيطرتها، منهم 2200 مولود توفوا في مستشفى 70 للأمومة والطفولة خلال السنوات الماضية، وهو ما تعززه مصادر طبية إلى استمرار استهداف قادة الميليشيات الحوثية للقطاع الصحي. برهان جديد تدليه ميليشيات الحوثي بشأن إهمالها المزمن في قطاع الصحة، إذ أقرت بإحصائية جديدة صادرة عن قطاعها الصحي بوفاة 80 طفلا من حديثي الولادة يوميا في مناطق سيطرتها، كما أقرت بوفاة 2200 مولود في مستشفى 70 للأمومة والطفولة خلال السنوات الماضية. مصادر طبية وعاملون في القطاع الصحي في صنعاء عزوا ذلك إلى استمرار استهداف قادة الميليشيات للقطاع الصحي بالدهم والإغلاق والعبث والابتزاز وفرض الأتوات غير القانونية على المنشآت والمراكز الصحية. جاء ذلك في وقت ذكرت فيه منظمة الصحة العالمية أنها تدعم بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 100,000 امرأة، من بينهم 26,000 امرأة حامل، بالأدوية والإمدادات والمعدات الأساسية المنقذة للحياة. في السياق، اعترفت وزارة الصحة التابعة للإنقلابيين بوفاة 686 شخصا بأمراض وبائية، من بين 4 ملايين مصاب خلال العام 2022، فيما أقرت الميليشيات في آخر مؤتمر صحفي بتوقف أكثر من 17 مركزا لغسيل الكلى على مستوى مناطق سيطرتهم، وأن أكثر من 5,000 مريض بالفشل الكلوي باتوا مهددين بالوفاة في حال توقفت جلسات الغسيل، تحت مزاعم نفاذ مخزون أدوية ومحاليل الغسيل الكلوي في مخازن الصحة الخاضعة لهم. وتأتي اعترافات الميليشيات في وقت تتهم فيه مصادر طبية في صنعاء قيادات بارزة بمواصلة التلاعب بالمستلزمات والأدوية الطبية التي تقدمها تباعا منظمات دولية للمرضى اليمنيين بهدف المتاجرة وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة لجني أرباح خيالية. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. عصابة إخوانية مسلحة تقتحم محلا تجاريا في تعز. أهلا بكم جديد. أظهر فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة بمدينة تعز عصابة مسلحة أثناء اقتحامها لأحد المحلات التجارية وقيامها بسرقة جهاز الحاسوب الخاص بالمحل التجاري. وأفادت مصادر محلية أن عصابة مسلحة يقودها القيادي الإخواني أسامة القردعي المنتمي لأحد الألوية العسكرية بمحور تعز العسكرية اقتحمت المحلات التجارية للتاجر هشام الزريقي، كما أنها كانت تحاول اختطاف الزريقي بعد أن تم الاعتداء عليه بداخل محله وتهديده بالقتل. يعاني المعلمون في سيئون أوضاعا مأساوية في ظل انهيار العملة
المحلية وتدني رواتبهم، لذلك لجأ العديد منهم إلى إيجاد أعمال أخرى إضافية تساعدهم على تغطية أعباء المعيشة، ما أثر على عملية إنتاجهم في المدارس. غلاء المعيشة وضعف الراتب هم يؤرق المعلم، مما جعله غير قادر على توفير احتياجات أسرته. في مدرسة الخطاب بسيئون، المعلم أحمد حسان ضمن مئات المدرسين الذين يعانون أوضاعا معيشية صعبة. درس الاجتماعيات توظفت من عام 2005، وبداية التوظيف الحمد لله كانت الأمور طيبة، في الأسعار وراتبنا يعني ما شاء الله، يعني الحمد لله يكفي ما يكفي يعني. لكن في ظل الارتفاعات وفي ظل هذه الأوضاع، الغلاء المرتفع والمعاناة التي لجأنا كثير من المعلمين إلى أعمال خاصة، وبالتالي هذه الأعمال أثرت على أدائنا في المدارس وفي تأخر بعض، حتى بعض الطلاب هم نفسهم يشتغلوا في أعمال. راتب المعلم حسان لم يعد يكفي مصروفه الشهري، لذلك لجأ إلى العمل كسائق أجرة برفقة العديد من زملائه. ضغط العمل منذ الصباح وحتى المساء فاقم معاناة حسان وأثر على أدائه في التدريس. المكتب الذي قدمه من أجل أن يخفف من الأعباء على كاهل المعلم والتربوي، أول دفعنا بالإجراءات المطلوبة من قبل مكتب الوزارة، وهي المتمثلة بالعلاوات السنوية لجميع موظفي مكتب الوزارة، وتم الرفع بها إلى مكتب وزارة الخدمة المدنية وإلى المالية. تدني الراتب وغلاء الأسعار سببان ضعفا هموم وأوجاع المعلمين عاما بعد عام، وأجبرا الكثير منهم على العمل في أعمال أخرى جعلتهم يتخلون عن الرسالة الأهم والأشرف لأجل نيل متطلبات الحياة الأساسية. أجور المعلمين في هذا الوضع المأساوي لا تسمن ولا تغني من جوع، وأصبح التعليم عملا ثانويا لمن وجد أعمالا أخرى تغطي احتياجات أسرهم. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون. في تحول تاريخي، انخفض عدد سكان الصين العام الماضي للمرة الأولى منذ 1961، وتظهر التوقعات أن يكون ذلك بداية فترة طويلة من الانخفاض، وأن تصبح الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في 2023، ويرجع جزء كبير من التراجع السكاني إلى سياسة الطفل الواحد التي فرضتها الصين بين عامي 1980 و2015، فضلا عن تكاليف التعليم الباهظة التي أدت إلى إبعاد العديد من الصينيين عن إنجاب أكثر من طفل واحد أو حتى إنجاب طفل واحد من الأساس. بسبب تناقص أعداد الممرضين في المستشفيات الأمريكية، قام أحد المستشفيات في إلينوا شيكاغو بتوظيف روبوت يساعد المرضى ويقوم بالعديد من المهام في المستشفى. نتابع. نهاية النشرة إلى العناوين. شهداء وجرحى في صفوف القوات الجنوبية نتيجة تفجير إرهابي بوادي عمران في محافظة أبين. رئيس الوزراء معين عبد الملك يبارك نجاح المؤتمر الأول وتشكيل نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين. الحكومة تحيي دعوة البرلمان الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب وتطالب بإجراء مماثل لميليشيات الحوثي. لمتابعتنا عبر البث المباشر، زوروا موقع القناة الغد واي.com وتطبيق نبض الإخباري. إلى اللقاء.